السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجزء الثاني من ان احنا بنفضي ذاكرة التليفون بتاعنا من الملفات المهملة او الملفات اللي احنا مش محتاجينها. الخطوات بسيطة جدا زي ما شفنا في الجزء الاول، والجزء الثاني هنبتدي نشتغل على التطبيقات، لان التطبيقات بتاخد مساحات كبيرة من التليفون، ومعظم التطبيقات بنكون تقريبا مش مستغلينها، وفي تطبيقات كتير منها بتنزل مع الموبايل او مع الهاتف او مع الجوال واحنا اصلا في غنى عنها. هنشوف الشرح مع بعض دلوقتي، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتعليقاتكم مفيدة ليا جدا ان انا اشوف القناة ماشية ازاي، واي حاجة انتم محتاجينها عرفوني في التعليقات. اول حاجة بنروح عند ضبط الهاتف من هنا. لما بندخل ضبط الهاتف بنروح عند التطبيقات، بنروح عند التطبيقات. لما بنفتح التطبيقات بتاعتي بيجيلي التطبيقات اللي موجود عندي في الموبايل ككل. احنا بنعمل ايه؟ بنضغط على الثلاث نقط اللي فوق كده، وبنخلي فرز حسب الحجم. اول واحدة فرز حسب الحجم، بحيث ان هو يجيب لي التطبيقات الكبيرة في الاول، علشان هي دي اللي مستغلة المساحات الكبيرة، واللي مش هيبقى فيه احتياج ليه هبتدي احذفه. اول حاجة هنا لو شفنا كده هو بيبتدي يجمع، على ان التليجرام مثلا واخد جيجا ونص، الوورد لو مش محتاجه ممكن اشيله، الفيسبوك، الخرائط. انا مثلا هختار تطبيق زي علي بابا دون، انا مش مستخدمه ومستغل هو واخد 390 ميجا بايت من مساحة الهاتف. الازالة هتكون مش ان انا ادوس كده تمام واعمل الغاء التثبيت، لا، الغاء التثبيت دون بيلغي البرنامج لكن ملفاته بتفضل موجودة عندي في النظام. دي اول حاجة غلط بنعملها. الحاجة التانية الغلط ان احنا لما مثلا لو رحنا هنا كده عند تطبيق مثلا زي علي بابا هنا، ما اضغطش عليه هنا كده واقول له ازالة، يعني ما اضغطش عليه كده واضغط على الغاء التثبيت اللي هي موجودة هنا دي، ما ينفعش. برضو انا ما عملتش حاجة، انا لغيت البرنامج لكن معظم ملفاته موجودة. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنروح عند الضبط زي ما كنا موجودين دلوقت واحنا التطبيق فاتحينه. اول حاجة قبل ما ادوس على الغاء التثبيت، انا بنزل تحت عند مكان التخزين. مكان التخزين هو بيقول لي ان هو مستخدم 390 ميجا من الذاكره الداخليه، فانا بضغط على مكان التخزين، وبعد كده بيبان لي ان التطبيق واخد 177 وبياناته 138. اول حاجه بعملها باجي عند التخزين المؤقت وببتدي امسح التخزين المؤقت اول شيء، لان دي الصفحات الاخيره اللي انا كنت فاتحها. لما بنمسح التخزين المؤقت بعد كده بقول له مسح البيانات. مسح البيانات دي وظيفتها انه بيمسح لي الملفات او اي صور او اي حاجة البرنامج حطها عندي في الموبايل، لكن لو انا عملت الغاء تثبيت بالطريقتين اللي انا وريتها وشرحتهم في الاول بالشكل ده، بيفضل يعني نص البرنامج تقريبا بيروح، والنص التاني موجود اللي هو الملفات اللي احنا في غنى عنها وبتاخد المساحة. احنا شايفين هنا دلوقتي كده لما اقول له مسح البيانات تمام، يعني قبل ما نمسح البيانات شوفوا التطبيق واخد 177 وبياناته 138. لما بقول له مسح البيانات وبقول له موافق، بتبتدي تتحسب الملفات تاني، بيطلع عندي ان البيانات خلاص بتاعت الجهاز اختفت تمام، يبقى كله عندي 177. خلاص انا كده عملت الخطوة دي، بعمل رجوع من عند فوق تمام، وبعد كده برجع تاني للتطبيق، وبالشكل ده هنا اقدر اضغط الغاء التثبيت. الغاء التثبيت لما بضغط عليها موافق، انا كده اول شيء مسحت ملفات اللي التليفون اللي البرنامج حطها عندي، سواء صور او ارتباطات او تعريفات، وبعد كده بزيل البرنامج. بالشكل ده انا بفضي التليفون او بعد مساحة خالية اكتر للرامات او للميموري، عشان كده اقدر بعد كده استخدم تليفوني باسلوب افضل. بعد كده هنتنقل لازاي عندي في الموبايل نفسه لما بيجي في تطبيقات كتير انا ممكن اكون مش محتاجها. وليكن هنختار تطبيق مثلا زي التطبيقات اللي هي بتنزل مع الهاتف، وليكن مثلا زي تطبيق، نشوف تطبيق مع الهاتف مثلا، تطبيق الصور. تطبيق الصور هو موجود، نشوف واحد غيره. احنا عاوزين تطبيق يكون نازل في الموبايل نفسه زي الهانجوست تقريبا. مثلا اخبار جوجل، اخبار جوجل هو كده كده نازل عندي على الجهاز، فانا لما بقول له الغاء التثبيت انا هزيله، ده من ضمن البرامج اللي انا مش محتاجها.
في برامج تاني احنا بنرجعها للنسخة الأصلية اللي جاية مع الجهاز. لحظة بس نلاقي برنامج نكون احنا في غنى عنه. هو في برامج كتير وانا اعمل لها مثلا البرنامج ده، ده برنامج ان احنا نخش على الصفحات بندوس اول حاجة كده ايه زي ما قلنا، بنخش كده بنروح عند مكان التخزين. احنا زي شايفين هنا مكان التخزين 1674، 1674 لما بنضغط عليها وببتدي اقول له مسح التخزين المؤقت تمام ومسح البيانات واقول له موافق. بعد كده مسحنا البيانات خلاص، وبعد كده بعمل رجوع زي ما احنا شايفين هنا كده. الاستخدام بتاعه بقى 16، فبقول له الغاء التثبيت. في برامج احنا مش محتاجينها في الموبايل عندي، انا اضطر او اقدر ان انا ايه ادخل مثلا هنا كده عند البرامج اللي تم الغاء التفعيل دي. برامج بتبقى موجوده اصلا على الموبايل زي مثلا كده، انا لغيت تفعيلها بحيث ان هي ما تاخدش عندي مساحه في الموبايل. بالشكل ده احنا بنكون فضينا مساحه كبيره. اتمنى ان الشرح يكون افادكم، واتمنى ان انتوا اي حاجه اي تعليق اي حلقه تحتاجوها او اي شرح انا موجود تحت امركم وامر الجميع. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، واي تعليقات انا تحت امركم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.